شوفها. يعني أمريكا ورا هذا الشيء؟ بس شو رح يستفادوا؟ ما بعرف، سواء أمريكا أو الصين أو الباكستان أو شيء منظمة إرهابية، وبسبب هالشي في انتشار لأمراض كتير، واللي رح يموتوا بهاي الأمراض رح يتجاوزوا الآلاف. كان دار ما يروح على الأماكن الموبوءة وياخد معه أدوية وإغاثات، أما هلأ بدونه وبدون فريقه في كتير عالم رح تموت. بعتقد هذا السبب وراء استهدافه، فكله مرتبط ببعضه، وهذا يعتبر تهديد كبير لأمننا الوطني. شو عم تعملوا انتو؟ نحنا شو ساوينا؟ شو غلطنا معكم؟ لازم نعرف فوراً مين ورا كل هالقصص. مو معقول يكون وراها شخص واحد. هذا النوع من الحروب محتاج ملايين الروبيات، بيلزم قوة بشرية ممولة ومغسول دماغها. معقول يكون الشخص المسؤول عن كل هذا الشيء برا؟ اشتغلنا على كل الاحتمالات وتفقدنا صور القمر الصناعي. كان داس عم يقول إن الموضوع بيتطلب طاقة هائلة لنشر الفوضى على مستويات كبيرة لهي الدرجة.